بفضلك الطيارة تراها موزمبيق الساعة كام؟ موزمبيق؟ فين دي؟ في افريقيا. وانت عايز تروح موزمبيق ليه؟ انا موزمبيقي، لازم اروح اشوف اسرة كبيرة. يا دي الحوسة، يا موزمبيق دي بيركبوا لها ايه؟ طيارة. طيب روح اركب. ايوه تمام، بس انت اسلامات ويعرفوا كل حاجة. والله يا صاحبي انا عمري ما سافرت موزمبيق دي خالص. لو سمعت شوف المعادن، شوفوا عندك جدول مواعيد يا حبيبي. جدول؟ وكمان في جدول مواعيد كمان؟ اسمع، انت تروح تدور على واحد اسمه حداية، هو هيوصلك لحد الكابتن ويسلمك للمضيفة. يلا بقى علشان ما تضيعش وقت. يلا بقى يلا بقى، خلينا نشوف الزباين. اتكل على الله، اتكل على الله صاحبي. قفشتك يا حسونة. حسونة مين يا عم روح؟ مش انت حسونة بتاع طقطة؟ ايوه انا من طهرة صح، لكن انت ولد مين هناك؟ يبقى انت حسونة ابن عم ابو المجد. يا ولدي انت باين عليك بتشبه علي، واكيد مشبه عليك واحد تاني. انت مش ليك اخ اسمه فكري؟ ايوه فهمتك، انت تقصد فكري وحسونة ولد الحاج حسان المغربل، أولاد عم يا أخوي. أنت ولد مين في طحطة؟ أنا ولد الحج عبد الصمد المصمود. يالا أنا أعرف إن الحج عبد الصمد كان متجوز أربعة، مين فيهم يا ولد؟ أنا ابن الرابعة اللي اتجوزها في مصر. مصراوي يعني؟ عيب عليك. إنما أقول لي يا واد يا حسونة. قلت لك أنا مش حسونة. هي الأوفة دي فيها إيه؟ ساعات ولا موبايلات؟ فيها مش بدودو. يعني جاي من دبي وجايب مش بدودو كمان؟ ولا قول كلام يخش المخ. يالا اسمع كلامي، قول كلام يخش المخ. اولا انا مش جاي من دبي، والجوفة دي فيها مش. امال جاي منين؟ ها جاي منين؟ قول لي. ولد عمي كان واخد الجوفة معاه، بس امن المطار ردعه وردع الجفة كمان. اتصل علي رحت استلمتها ورادع بيها البلد. يعني انت مش نازل من طيارة دبي؟ تصدق بالله انت صحيح قفل يا مصلح افندي. دلوقتي يا امير بي انا هجرب الشباب دول، اتمنى ان هم يقدروا على المهمة. هتشغليهم في ايه يا ولا هاني؟ في التجارة الالكترونية على النت. ممكن اعرف التفاصيل يعني لو سمحتي؟ انت عارف ان عندي علاقات عامة في الكرة الارضية كلها. هنعمل موقع بيع اونلاين، شريف ورانا بداية المشروع كبير، هيشتغلوا في تسويق منتجات مصرية للعالم بس من خلال الموقع على الانترنت. جميلة. والمرتبات بقى؟ المرتبات اخبارها ايه؟ عشان بس انت عارف ظروفهم، وانا نفسي اعمل لهم دخل كويس حميم. بالنسبة طبعا، كل ما سووا اكتر كل ما اخدوا فلوس اكتر. طب هو حضرتك عندك كام سلعة على الموقع؟ مش عاوز أقولك، المشروع ده كان في خطتي من زمان، ولما لقيت إنهم بيعرفوا لغات اتشجعت. عندي موافقات من 150 مصنع وورشة. تخيل بقى لو كل مصنع اداني منتج أو حتى اتنين منتج كده. عال قوي قوي يعني، وها فرصة لما أطلع معاش أبقى أشتغل معاهم. فلا الله ولا فالك يا باشا، إحنا عايشين بحسك. ليه يعني؟ ما هو وارد، هو مش هيجي يوم وأطلع معاش يعني؟ عادي جدا، أنا شخصياً مهيئ نفسي تمام، وكمان مهيئ مراتي وأولادي، وهم متفهمين إن دوام الحال من المحال. الله يكرمك يا أمير بي. بالمناسبة في النهاردة وفد جاي من أذربيجان وعاوز أزبطهم فسح في خان الخليلي والموسكي. الناس دي جاية تدور على منتجات مصرية وصناعات يدوية، هل ممكن تكلمني المهندس عماد قريبك؟ أوي مفيش مشكلة، بس خلي بالك عماد مصنعه بينتج مفروشات وستاير ولوازم الديكور. معلوم يا باشا، والفوق في سيدات أعمال هيتجننوا لو شافوا الصناعات دي. خلينا بعد بكرة على 10 الصبح عشان ياخدوا اليوم الأول. واو كذلك، بعد بكرة إن شاء الله المهندس عماد هيكون في انتظارهم بنفسه في المصنع ومعاه فريق التسويق بتاعه. اعتبر الموضوع منتهي. يعجبني في حضرتك إنك عملي دغري. تحياتي يا فندم. يسعد صباحك، صباح الفل. ايوه يا ابني انا جاي لك حالا عند الجمارك.
لما نشوف مصلحة عمل ايه تاني. دايما ورديته كلها خوازيق كده. امير بيه، مصلح شبك مع الخواجاية بيتخانقوا. ادينا رايحين نفض الاشتباك. الله عليك يا باشا، بس والنبي والنبي ما تهزق مصلح. ما تهزقوش قدام الخواجاي علشان ما حدش يشمت فيه. دي مراته لو عرفت هتفرج عليه مطارات العالم. هنشوف هنشوف. هفتشك يعني هفتشك. نو حبيبي، معاك تمثال اثري. ها، ما هي تمثال بس مش اصلي، تقليدي يا حبيبي. بقالي ساعه بتفرج عليك يا مصلح بيه. امير بيه الحقني، انا في عرضك، دي مهربه عالميه. مساء الخير، ممكن حضرتك تشوف التمثال اللي عليه مشكله؟ انا اسمي جورجينا من بيلاروسيا، وبشتغل مهندسه ديكور في السينما. قلت لك دي تمثال مش اصلي عشان فيلم. تمام تمام، نشوفه وبعدين نتكلم. اتفضل. ايه ده، معقول؟ بقول لك ايه ده، يعني متقن قوي قوي يا مصلح، متقن بشكل غير عادي. تقدر تقول لي فين الكود بتاع وزارة الآثار؟ كود؟ كود ايه يا امير بيه؟ هو انا لحقت اشوف كود؟ انت مش عاوز الكود اللي هتمثال يا مصلح، انت بتدور على كود تاني مع الخواجاية. انا مش هرمية يا بقشة، ده مؤذف بعكس الستات. انا عاوز احكي. انا اللي فهمك، بس الظاهر اني لازم ابلغ المدام المبادي. لازم. لا لا، بلاش المدام، بلاش المدام، استر علي ربنا يستر عليك، استر علي والنبي. في ايه يا نسمة؟ دي المدام بتاعت مصلح افندي جايه تظبطه. وانت مالك بتقوليها كده وانت مبسوطه قوي؟ الستات بيتعاطفوا مع بعض زي الرجاله كده، ما بيتعاطفوا مع بعض يا محمود افندي. مصلح ده صديق عمري، وبنلعب طاوله مع بعض على القهوه. تلميحك ده مش في محله يا نسمة. عارف لو وراء هنم هنا كانت شغاله الدي جي. تعال نتفرج هيتعمل في مصلح افندي ايه. تعالى. صعبا علي يا صاحبي. انت يا مصلح مش عاوز تجيبها البر؟ ايه ده يا قسنات، ايه ده؟ دخلت زغرتي من اول الصالة عشان تفرجي علي الناس يا حسنات. لو انا مش مرات مصلح افندي وقادرة أحكم جوزي، يبقى سيب المطار وامشي. حرام حرام عليك يا حسنات، حرام. اتقي الله اتقي الله. انت ما عندكيش ولاية. انت عارف ان زميلاتي جايين يشوفوا هربي جوزي ازاي. مصلح افندي، مش تحترم الست اللي انت متجوزها؟ يا مصلح افندي، مش تحترم الست اللي انت متجوزها؟ انتوا جايين تطفوها ولا تشعللوها نار؟ جايين ندلق عليها جاز وسخ. جايين ندلق عليها جاز وسخ. متشكرين يا هوانم، نجملكوا في المصايب. روحوا لشغلكوا بقى وسيبولي ابو دراع لوحده. وكمان بقى اسم ابو دراع. لو سمعت شكوى تاني انك بتعاكس حد، انت عارف. عارف يا حسنتي، عارف يا حسنات، حسبنا في البيت. مطبقة ورديتين يا مصلح، ابقى اطبخ انت وصحي العيال وفطرهم ولبسهم ووصلهم مدارسهم. لله يا بيه يا باشا، بقول لله يا سعادة الكومندان لله. هو أنا موعود بيكم؟
بقول لسيادتك لله اي مصلحة كده معاك. اسرح بقى بدل ما اطلب لك الشرطة، ده كافيه خاص، ثم اصلا ده مطار مش شارع في الشرابية. الرزق حب الخفية بيه، ده انا قطع تذكرة وراكن في البرك بقد كده. يا سلام يا اخي على عنطزة، ولما انت عندك عربية وبتركب معانا في البرك بتهزق نفسك وتشحت ليه؟ بقول لي سيادتك الرزق بحب الخفية، وانا خفيف خفيف قوي بيه، اعمل مصلحة من 5 لـ7 وبعدين اطلع اشتغل اوبر. طيب يلا يلا اتكل بقى عشان انا اتخنقت وهكلم الشرطة. يرضيك يعني يرضيك تكسر بخاطر شحات غلبان، انا عاوز بريزة وامشي. مش معايا فكة. افكلك يا بيه. ومش معايا فلوس اصلا، بص جيوبي اهي اهي، تخرجتني عن شعوري يا اخي. معاك فيزا؟ طبعا، بس مش هقوم لحد ماكينة الاي تي ام مخصوص عشان اسحب لك 10 جنيه. انا معايا ماكينة دفع الكتروني، هات الفيزا واسحب البريزة. شحات بالفيزا؟ الدنيا اتطورت يا بيه، افهموها بقى.